السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هذا راح يكون أول ملف من لابات الأناتومي، وراح يكون عندنا 3 لابات أناتومي. نستهل الملف بصورة للبرين لاترال فيو. زي ما بتعرفوا اللاترال فيو أهم إشي أطلع عليه هو السنترال سلكس، وهذا السنترال سلكس زي ما حكينا بكون بتوين تو بارالل جايراي، يعني عند الجايراي هاي وهاي بيكونوا متوازيات لبعض. اللي بتكون أمام السنترال سلكس بنسميها بري سنترال جايروس، واللي بتكون خلف السنترال سلكس بنسميها بوست سنترال جايروس. و عندي خلف البوست سنترال جايروس بوست سنترال سلكس، وامام البري سنترال جايروس راح يكون في عندي بري سنترال سلكس. لما نطلع على لاترال فيو ايضا راح يبين في عندي الفشر الطويل هذا اللي بنسميه لاترال فشر. حكينا اسفل من اللاترال فشر راح يكون عندي التيمبورال لوب، والتيمبورال لوب قلنا انها مكونه بدايه من سوبيريور تيمبورال جايروس، ميدل تيمبورال جايروس، وانفيريور تيمبورال جايروس. اللي بيفصل بين السوبيريور تيمبورال جايروس والميدل تيمبورال جايروس هو هذا الخط اللي بنسميه superior temporal sulcus، واللي بيفصل بين middle temporal gyrus وال inferior temporal gyrus هو هذا الخط اللي بنسميه middle temporal sulcus. طيب صورة تانية لللاترال فيو، زي ما حكينا دائما بنبحث عن central sulcus اللي بين two parallel gyri، اللي أمامه بنسميها precentral sulcus، اللي خلفه precentral gyrus، واللي خلفه postcentral gyrus. أمام precentral gyrus في عندي precentral sulcus، وخلف postcentral gyrus في عندي postcentral sulcus. هذا هو اللاترال فشر. واللاترال فشر اذا متذكرين حكينا انه مكون من 3 برانشز او 3 ريماي، ففي عندي الانتيريور ريموس، في عندي الاسندنج ريموس، وفي عندي البوستيريور ريموس. وبالنسبه للبرايتال لوب، البرايتال لوب اللي بتكون خلف السنترال سلكس راح نقسمها الى سوبيريور برايتال لوبيول وانفيريور برايتال لوبيول. يفصل بيناتهم خط بنسميه انتر برايتال فشر، هذا الخط اللي اسمه انتربرايتال فشر. بالنسبة لهاي المنطقة اللي هي عبارة عن inferior parietal lobule، الinferior parietal lobule من الأمام رح يكون في عندي supramarginal gyrus، ومن الخلف رح يكون في عندي angular gyrus. فالangular gyrus والsupramarginal gyrus هم عبارة عن 2 gyri موجودات بالinferior parietal lobule. السupramarginal gyri بتكون أمامية، والangular gyrus بتكون خلفية. وفي عندي هنا الورنكس اريا، بدي تكون عارفين الورنكس اريا موجوده بالسوبيريور تيمبورال جايروس. بمعنى اخر الورنكس اريا بتكون اسفل من هذا اللاترال فيشر، فاللاترال فيشر اللي تحتيه هو عباره عن تيمبورال لوب، فاعلى منطقه بالتيمبورال لوب بنسميها سوبيريور تيمبورال جايروس. فجوا السوبيريور تيمبورال جايروس رح نلاقي الورنكس اريا اللي كان لها علاقه باللانجوج والسبيكينج. طيب نفس الشيء هنا في عندي البري سنترال سلكس، زي ما حكينا هذا عبارة عن السنترال سلكس، فاللي أمامه راح يكون عبارة عن البري سنترال سلكس، وهاي الجايراي اسمها بري سنترال جايراي. فهاي هي البري سنترال جايراي اللي هي عبارة عن موتور اريا، اللي بتحتوي على الموتور هومونكولس اللي حكينا انه بيكون معكوس او بيكون مقلوب، يعني القدم من الاعلى والوجه من الاسفل، والبروبوشن تبعت الانرفيشن حسب الانرفيشن وحسب الكمية الانرفيشن. فبتلاقي انه اللسان والوجه كبير بينما الترنك بتكون صغيرة. طيب الآن بالفرونتال لوب أمام البري سنترال سلكس راح نلاحظ إنه في عندي superior frontal gyrus، وعندي middle frontal gyrus، وعندي inferior frontal gyrus. superior frontal gyrus بتكون أعلى من سلكس اسمه superior frontal sulcus، والmiddle frontal gyrus راح تكون بالنص، يعني بين superior frontal sulcus والinferior frontal sulcus. تحت الinferior frontal sulcus راح يكون في عندي الinferior frontal gyrus. inferior frontal gyrus، middle frontal gyrus، المنطقة العلوية كان اسمها superior frontal gyrus. فهي هي inferior frontal gyrus. وجوا inferior frontal gyrus راح نلاقي منطقة اسمها triangular gyrus. فالtriangular gyrus موجودة بالinferior frontal gyrus، بتكون بين الrami تبعت lateral fissure، يعني هذا هو lateral fissure. okay. حكينا الrami تبعت lateral fissure في عندي ascending، في عندي anterior. فبين anterior والاسندنج راح يكون عندي هاي الانجولر الترايانجولر جايروس. طبعا فرقه بين الترايانجولر جايروس الموجود بالفرونتال لوب والانجولر جايروس الموجود بالبرايتال لوب. ترايانجولر بالفرونتال بالتحديد بالانفيريور فرونتال، والانجولر بالبرايتال بالتحديد داخل الانفيريور برايتال لوبيول. طيب زي ما حكينا في عندي السوبيريور فرونتال سلكس وعندي الانفيريور فرونتال سلكس. طبعا هون انتيريور وهون بوستيريور، وهي معكوسه يعني هون بوستيريور وهون انتيريور. كيف تعرف هون بوستيريور؟ دوروا على السيربلم، السيربلم دائما بيكون posterior. فهنا posterior، هنا anterior، هذا الفرونتال لوب. بالفرونتال لوب هذا عبارة عن inferior frontal sulcus، وهذا عبارة عن superior frontal sulcus. طيب مثل ما حكينا central sulcus خلفية راح يكون في عندي post central
جايروس، والبوست سنترال جايروس خلفه راح يكون في عندي سوبيريور والانفيريور بيرايتال لوبيول، فهي عبارة عن سوبيريور بيرايتال لوبيول، واللي تحتيها راح تكون عبارة عن انفيريور بيرايتال لوبيول، وفي بيناتهم راح يكون هذا الخط اللي بنسميه انتر بيرايتال سلكس. مجددا هي معكوس يعني هون بصير هون انتيريور، فهذا هو الانتر بيرايتال سلكس. فانتوا بتشوفوا هاي سنترال سلكس، هاي بوست سنترال سلكس، اللي بيطلع من البوست سنترال سلكس posteriorly بنسميه intrapyramidal sulcus، اعلى منه superior pyramidal lobule واسفل منه inferior pyramidal lobule. inferior pyramidal lobule بتحتوي من الامام supramarginal ومن الخلف angular gyri، فهي هون عندي supramarginal gyri وهون عندي triangular sorry angular gyrus، هاي معكوسه فهون posterior هون anterior، هاي هي angular gyrus وهون تقريبا supramarginal gyrus. اوكي بالنسبه للاوكسيبيتال لوب، الاوكسيبيتال لوب يعني باللاترال فيو الاوكسيبيتال لوب دائما بتبين موست بوستيريرلي، فراح تبين اعلى من السيربيلم. تمام، حكينا بالنسبه لللاترال فيو ما في عندي فشر حقيقي بيفصل بين البرايتال لوب والاوكسيبيتال لوب، فهم عباره عن خطوط وهميه، فاكثر شيء بوستيرير راح يكون عباره عن الاوكسيبيتال لوب اللي بتحتوي على البرايمري فيجوال اريا. الان لما نتطلع انفيريور فيو للبرين، اول شيء بنلاحظه اللي هو لونجيتيودنال فشر اللي هو بيفصل بين التو سيريبرال هيمسفيرز، فبيكون عندي تو سيريبرال هيمسفير، حكينا اكثر فشر او اكبر صدع موجود نسميه باللونجيتيودنال فشر. طيب مجددا هون في عندي اللاترال فشر، اسفل من اللاترال فشر راح يكون عندي التمبورال لوب. التمبورال لوب مكون من سوبيريور تمبورال جايروس، ميدل تمبورال جايروس، وانفيريور تمبورال جايروس. بين السوبيريور والميدل سوبيريور سلكس، بين الميدل والانفيريور ميدل سلكس. اوكي، ف بالتمبورال لوب في عندي ميدل سلكس، بينما بالفرنتال لوب عندي سوبيريور وعندي انفيريور سلكس. هنا بس سوبيريور ثم ميدل، هذا سوبيريور تمبورال سلكس، واللي بعدين راح يكون اسمه ميدل تمبورال سلكس. اوكي هيك حكينا عن اللوبس، واذا متذكرين محاضره السيريبروم حكينا في عندي لوب خامسه اسمها الانسولا، معناها الجزيره المعزوله، وما بتبين باللاترال فيو، لازم نطلع ديب تو ذا لاترال فيشر، فبكون عندي هون اللاترال فيشر بنرفعه زي ما انتم شايفين، بعد ما نرفعه ديبر تو ذا لاترال فيشر راح تبين الانسولا. فهون ايضا هذا هو اللاترال فيشر، ديبر تو ذا لاترال فيشر راح تكون مبينه هاي الانسولا، نفس الشيء هون هاي اللاترال فيشر، فديبر تو ذا لاترال فيشر راح تكون مبينه عندي الانسولا، وراح نحكي عنها كمان شوي. ايضا هذا هو اللاترال فيشر على الجانبين. زي ما حكينا الانفيريور تمبورال جايروس راح تكون موجوده اسفل من الميدل تمبورال سلكس، والانفيريور تمبورال جايروس بتكون واضحه جدا بالانفيريور فيو، يعني هذا انفيريور فيو اوف ذا برين، اكثر جايراي بتكون لاترال بالانفيريور فيو راح تكون عباره عن انفيريور تمبورال جايروس، لانه اصلا الانفيريور لوب هي نفسها تمبورال لوب، يعني التمبورال لوب بتكون نوعا ما جاي انفيريور، بينما البريتال لوب بتكون جاي سوبيريور على اللاترال فيو. الان في عندي تو كور تو خلينا نحكي جايراي او تو فيلدز موجودين بالفرونتال لوب، واحد اسمه الفرونتال اي فيلد والثاني اسمه البري فرونتال كورتكس. الفرونتال اي فيلد بيكون موجود بالميدل فرونتال جايروس، فلما نطلع سوبيريرلي هاي عندي السنترال سلكس، هاي البري سنترال جايراي، فهاي البري سنترال سلكس هذا هو السوبيرير، عفوا هذا هو السوبيرير frontal sulcus، وهنا inferior frontal sulcus، فبالتالي هاي راح تكون عبارة عن middle frontal gyrus. جوا middle frontal gyrus راح نلاحظ وجود frontal eye field، بينما prefrontal cortex هو أكثر منطقة anterior بالنسبة للfrontal loop، فهاي المنطقة اللي هي the most anterior gyri أو the most anterior area of the frontal loop بنسميها prefrontal area أو prefrontal cortex، مسؤول عن cognition زي ما حكينا. okay؟ فهاي هي عبارة عن prefrontal area يعني موجودة هون تقريبا. اوكي الان حكينا عندي هذا central sulcus، خلفه راح تكون عبارة عن البوست central gyri او البوست central gyrus، بعديها البوست central sulcus. the most inferior part of the post central gyrus هاي المنطقة تكون تعتبر the primary taste area او الجاوستاتوري area، ف the most inferior area or most inferior cortex of the post central gyrus. Central sulcus, post central sulcus بيناتهم post central gyrus، أكثر منطقة سفلية من post central gyrus راح تكون عبارة عن primary test area. بينما
البرايمري اوديتوري اريا او البرايمري هيرينج اريا المسؤوله عن السمع بتكون موجوده بمنطقه اسمها الترانسفيرس تيمبورال جايروس او اللي بنسميها هيشلز اريا او الهيشلز جايروس. هاي بتكون موجوده ب السوبيريور سيرفيس اوف ذا سوبيريور تيمبورال جايروس. ف انا في عندي هون السوبيريور تيمبورال جايروس، السوبيريور سيرفيس تبعها اكثر منطقه علويه بالنسبه للسوبيريور تيمبورال جايروس رح يكون عباره عن الترانسفيرس تيمبورال جايروس. بنسميه ترانسفيرس لانه بكون ماشي افقيا. باي ذا واي هذا الترانسفيرس تيمبورال جايروس ما ببين باللاترال فيو، فلاحظوا شو اضطرينا نعمل بالدماغ، اضطرينا انه نطلع ديبر بالدماغ. يعني هاي الانسولا، امام الانسولا رح تكون موجوده هاي المنطقه اللي اسمها ترانسفيرس تيمبورال جايروس المسؤوله عن حاسه السمع او المسؤوله عن استقبال حاسه السمع. طيب الان ننتقل للميديال فيو اوف ذا برين، ولما نطلع على الميديال فيو اوف ذا برين اول شيء بنلاحظ وجوده هو الكوربس كالوزم اللي هو عباره عن الوايت ماتر اللي بتوصل بين التو سيريبرال هيمسفيرز. الكوربس كالوزم قسمناه الى اربع اقسام، حكينا عندي من الامام جنو اوف ذا كوربس كالوزم، من الخلف عندي سبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم، والمنطقه اللي بيناتهم بنسميها ذا بادي اوف ذا كوربس كالوزم. وحكينا انه هذا الجنو اوف ذا كوربس كالوزم بيطلع منه تمدد او بيطلع منه منطقه تكميليه بنسميها ذا روستروم اوف ذا كوربس كالوزم. فانا في عندي الروستروم، بعديها عندي الجنو، ثم البادي، واخر شيء عندي الروستروم. اخر شيء عندي السبلينيوم. كيف تعرف انه هذا بوستيريور هذا انتيريور؟ حكينا ندور على السيربلم. فهون في عندي بوستيريور وهنا الانتيريور. طيب اسفل من الكوربس كالوزم هاي المنطقه فعليا بتكون نوعا ما بتمثل الداينسفالم، يعني بتمثل الثالاموس والهايبوثالاموس والسبثالاموس والابيثالاموس. ولكن الاشياء اللي بنشوفها هون بكون موجود نوعا ما الثالاموس. وكيف نعرف انه هون الثالاموس؟ لانه بتكون في عندي زي عين بالنص، هاي النقطه اللي بالمنتصف هاي اللي هي عباره عن الانتر ثلاميك كونكشن. حكينا الانتر ثلاميك كونكشن هي عباره عن الجراي ماتر اللي بتوصل بين التو ثلاماي، يعني بين الرايت والليفت ثالاموس في عندي وصله بيناتهم اسمها انتر ثلاميك كونكشن، بتكون موجوده بالمنتصف زي العين او زي النقطه. تحت الثالاموس، تحت هذا السلكس اللي بنسميه هايبوثلاميك سلكس، رح يكون عندي الهايبوثلاموس. فالهايبوثلاموس هو عباره عن هاي المنطقه، بينما الثالاموس هو عباره عن تقريبا هاي، هذا مش واضح، تقريبا هاي مش عارف هيك واضح، واحد منهم واضح. اوكي هاي المنطقه. الانتيريور كوميشور هو عبارة عن الوايت ماتر، هي الانتيريور كوميشور الوايت ماتر اللي بتوصل بين التو تيمبورال جايراي او التو تيمبورال لوبس، هي هو الانتيريور كوميشور، بكون امام الثالاموس. وفي عندي الفورنكس، والفورنكس هاي لازم امسح كل شيء عشان تبين الفورنكس. الفورنكس عبارة عن امتداد للوايت ماتر تحت الكوربس كالوسم، فهذا هو الكوربس كالوسم حكينا، اللي تحت الكوربس كالوسم زمان الفورنكس، هي جزء من الليمبك سيستم، فما انشرح انا ابدا بالاناتومي، اي دونت ثينك انكم اخذتوا عنها بالفيزيولوجي حتى، بس المهم تعرفوا انه الفورنكس هي عباره عن وايت ماتر بتكون موجوده توصل بين تو هيبوكامبل جايراي. طيب فحكينا عن الهايبوثالموس، حكينا عن الثالموس، حكينا عن انتيريور كوميشور. السبتم بلوسيدم هو عباره عن منطقة موجودة هون، صراحة مش واضحة أبدا هون، يعني راح تبين معانا لما نيجي نطلع على الترانسفيرس سيكشن. وحكينا السبتم بلوسيدم وظيفته يفصل بين تو لاترال فنتريكلز، فنوعا ما راح يبين هون لو الرسمة 3D وهي أمامها راح تلاقي إنه السبتم بلوسيدم بيفصل بين التو لاترال فنتريكلز، ف مش واضح هون، يعني تقدر تعتبره هاد بس مش كتير واضح. المميلاري بادي هي عبارة عن تكملت الهايبوثالاموس انتيريورلي، يعني الهايبوثالاموس بوستيريورلي راح يكون يمتد لحد الماميلاري بادي. الماميلاري بادي بتكون جزء من الميد برين، فهون بكون عندي الاوبتيك كيازم، وهون بكون في عندي تحتيه الانفنديبيلم، واخر شيء بكون في عندي الماميلاري بادي، وهذا هو الهايبوثالاموس بكون موجود هون. برضه مش كتير واضحه بهي الصوره، بس الماميلاري بادي بكون موجود تقريبا عند الميد برين، هو جزء برضه من الليمبيك سيستم، فما جبنا سيرته كتير. اوكي هاي برضو عندي ميديال فيو اوف ذا برين، حكينا هون في عندي الكوربس كالوسم. السلكس اللي اعلى من الكوربس كالوسم بنسميه كالوزال سلكس، فهذا الخط اللي جاي فوق الكوربس كالوسم اسمه كالوزال سلكس. الجايروس اللي جاي اعلى من هذا الكالوزال سلكس اسمه سينجوليت جايروس، فهاي الجايروس عباره عن سينجوليت جايروس. هاي السينجوليت جايروس اعلى منها سلكس بنسميه سينجوليت سلكس، بمعنى اخر السينجوليت جايروس جاي بين خطين، خط اسمه سينجليت سلكس من الاعلى، وخط اسمه
كالوزر سالكس من الأسفل. في عندي أعلى من السينجوليت سالكس منطقة بنسميها بارا سنترال لوبيول، والبارا سنترال لوبيول هي عبارة عن امتداد للبري سنترال والبوست سنترال جايراي in the medial aspect. يعني البوست سنترال والبري سنترال جايراي كانوا مبينين باللاترال فيو، بالميديال فيو التكملة تبعتهم تكون عبارة عن البارا سنترال لوبيول هاي المنطقة، تمام؟ وطبعا posteriorly راح يكون في عندي خط بيفصل بين البرايتال لوب والاوكسيبيتال لوب، سميناه برايتو اوكسيبيتال سالكس. هذا الخط سميناه برايتو اوكسيبيتال سالكس، وداخل الاوكسيبيتال لوب راح يكون في عندي سوبيريور لوب، سوبيريور جايروس وانفيريور جايروس. وحكينا السوبيريور جايروس بتكون عباره عن الكينيوس، والانفيريور بتكون عباره عن اللينجوال، ولهم علاقه بالفيجن. حكينا الكينيوس بتشوف الانفيريور فيلد واللينجوال بتشوف السوبيريور فيلد لانه الصوره بتكون معكوسه. وحكينا ايضا انه السلكس اللي بيفصل بين الكينيوس واللينجوال جايراي اسمه كالكيريان او كالكارين سلكس، فهذا هو كالكيريان سلكس. اعلى منه الكينيوس واسفل منه راح تكون اللينجوال، كلياتهم طبعا خلف البرايتو اكزيبيتال سلكس، لانه برايتو اكزيبيتال سلكس بيفصل بين البرايتو برايتال لوب والاكزيبيتال لوب. كيف نعرف انه هون بوستيريور؟ لانه هذا هو السيربلم. وبالنسبه للبرين ستم موجود هون عند الميد برين الاعلى، البونز بالمنتصف، واخر شيء اللي هي المدلة اوبلنجاتا. مجددا راح يكون في عندي بالميد برين منطقه اسمها الماميلاري بودي، وفي عندي ايضا حكينا هذا هو السيربلم. في عندي البوستيريور والانتيريور كوميشور، واحد جاي من البوستيريور فيو او واحد جاي من البوستيريور اسبيكت والثاني جاي من الانتيريور اسبيكت. البوستيريور كوميشور بيكون قريب بالميد برين لانه بيجمع التو ميد برينز مع بعض، يعني الرايت والليفت ميد برين، بينما الانتيريور كوميشور زي ما حكينا بس بيجمع بين التيمبورال لوب، الليفت والرايت تيمبورال لوب. فهذا راح يكون انتيريور والثاني راح يكون بوستيريور، ببينوا بالميديال فيو فقط، ومش هالاهميه يعني البوستيريور والانتيريور كوميشورز. التكتم اريا هي منطقه من الميد برين بتكون خلف السيريبرال اكويدكت، والسيريبرال اكويدكت هي عباره عن القناه اللي بتوصل الثيرد فنتريكل بالفورث فنتريكل. فانا في عندي هون الفورث فنتريكل، وهنا تقريبا راح تكون الثيرد فنتريكل. الخط اللي بيوصل بيناتهم سميناه سيريبرال اكويدكت، وهذا السيريبرال اكويدكت بيكون ماشي جوا الميد برين، يعني بنسميه دكت اوف ذا ميد برين لانه بيمرق داخل الميد برين، وبيخلي المنطقه اللي خلفه من الميد برين خلف السيريبرال اكويدكت اسمها تكتم. التكتم هاي عبارة عن نقطتين، نقطة superior ونقطة inferior. superior نسميها superior colliculus، والinferior نسميها inferior colliculus. فمجددا عندي هون cerebral aqueduct، هذا رح يوصلني بالأخير على fourth ventricle. خلفه رح يكون في منطقة من mid brain اسمها the tectum. التكتم من الأعلى superior colliculus، من الأسفل inferior colliculus. هذا تكملة mid brain. أكتر نقطة أمامية من mid brain هاي النقطة نسميها mammillary body، وحكينا وأنا في عندي cerebellum. تذكروا السيريبرال اكويدكت، تذكروا الفورث فنتريكل. الفورث فنتريكل بيكون امامه البونز وخلفه السيريبلم، بينما السيريبرال اكويدكت بتكون جايه داخل الميد برين. اوكي، فهذا عباره عن الميد برين، برضه هي تكمله للميد برين. اوكي، فمثل ما حكينا بالنسبه ل كوربس كالوسم فوقيه سنجليت جايروس، سنجليت جايروس تحتيها في الكالوسال سالكس، وفوقيها في السنجوليت سلكس، وأعلى من السنجوليت سلكس في منطقة اسمها البارا سنترال لوبيول اللي هي عبارة عن تكملة للبري سنترال والبوست سنترال جايراي in the medial view. الانترثلاميك كونكشن حكينا هي النقطة اللي تبين زي كأنها عين موجودة اللي توصل بين التو ثلاماي. الفورنكس مش كتير مهم اللي هو هاد، هو جزء من الليمبك سيستم. هذا الديبر فيو تبعت الفورنكس أو تكملة الفورنكس، يعني إذا بس بنطلع على الفورنكس والبرين لازم نشيل أغلب الأجزاء يعني عشان نبين، وهو بكون وصلني مع هاي المنطقة اللي بسموها هيبوكامبل أو بارا هيبوكامبل جايروس اللي علاقة بالليمبك سيستم. طيب أوكي، مجددا ميديال فيو، هدول الصور مش كتير واضحات بس هدول عبارة عن صور تشريحية. يعني حكينا في عندي هنا الكوربس كالوسم، في عندي هنا أرتري، وهذا الأرتري اسمه الأنتيريور سيريبرال أرتري. كيف تعرفوا إنه هذا هو الأنتيريور سيريبرال أرتري؟ لأنه الأنتيريور سيريبرال أرتري ببين معي بالميديال فيو وبيمشي فوق الكوربس كالوسم، يعني بيمشوا بهذه الطريقة. هذا هو الأنتيريور سيريبرال أرتري، وبنتأكد إنه أنتيريور لأنه هون عندي سيريبلم والسيريبلم بوستيريور، فهون الأنتيريور وهذا الأرتري بنسميه أنتيريور سيريبرال أرتري. الأوبتيك كيازم بيكون موجود هون، اللي خلفه نوعا ما بنكون نسميها انفنديبيلم اللي خاصة بالبيتيتري جلاند. حكينا الأوبتيك كيازم هو مسؤول عن إنه يصير في ديكاستيشن بين التو أوبتيك نيرفز أو بين التو نيزل سايتس أوف ذا ريتيني، فهذا هو الاوبتيك كيازم. هنا في عندي الماميلاري بادي بوستيريورلي، فبالتالي هذا هو الميد برين.
هذا الماميلاري بادي، وهنا الاوبتيك كيازم، وهنا حكينا الانفانديبيلم. فالهايبوثالامس بيكون عبارة عن المنطقة اللي أعلى من هاي الثلاث مناطق، أعلى من الأوبتيك كيازم والانفانديبيلم والماميلاري بادي، بس ببلش من عند الأوبتيك كيازم بيرجع باتجاه الماميلاري بادي، فنوعا ما بيكون عبارة عن هاي المنطقة. هذا هو الهايبوثالامس. طيب حكينا بالنسبة للميد برين بيمشي جواته سيريبرال اكويدكت باتجاه الفورث فنتركل، هاي الفورث فنتركل كيف؟ فهذا هو السيريبرال اكويدكت السهم. فخلف السيريبرال اكويدكت هاي المنطقة سميناها بالتكتم اوف ذا ميد برين، من الاعلى حكينا عندي سوبيريور كوليكولوس، من الاسفل عندي الانفيريور كوليكولوس. باي ذا وي السيريبرال اكويدكت في ناس بسموه الاكويدكت اوف ساليفس على اسم العالم اللي اكتشفه يعني. طيب هون عندنا حكينا الكوربس كالوزم، حكينا فوق الكوربس كالوزم في عندي السنجوليت جايروس، وهي الباراسنترال لوبيول، وهي السنجوليت سلكس، وهي الكالوزم سلكس. وحكينا تحت الكوربس كالوزم راح يكون في عندي هالمنطقه سميناها سيبتوم بالوزا، اللي بتفصل بين التو لاترال فنتريكلز، هاي الماميلاري بادي، وهي الاوبتيك كيازم، وهي التكتم اوف ذا ميد برين زي ما حكينا، وهذا هو السيربلم. طيب بالانفيريور فيو راح يبين عندي كل الكرينيال نيرفز. هسا لما نطلع بالانفيريور فيو هذا راح نشرحه كمان باللاب الثالث، نكون هنا الانتيرير وهنا البوستيرير. حكينا بالنسبة للكرينيال نيرفز أكتر واحد انتيرير نعطيه رقم 1، وأكتر واحد بوستيرير راح نعطيه رقم 12. فمنبلش بالألفاكتوري نيرف. هذا الألفاكتوري نيرف بكون أغلبه موجود داخل السينس، يعني أغلبه موجود داخل الدماغ، فبالتالي بكون في عندي هنا أوبتيك بكون في عندي هنا ألفاكتوري تراكت، وهنا في عندي ألفاكتوري بلب. فهذا الألفاكتوري تراكت والألفاكتوري بلب بشكلوا لي الألفاكتوري نيرف، أو بشكلوا لي النيرف نمبر 1. بعديها عندي الأوبتيك نيرف، والأوبتيك نيرف بكون بالنص عند الأوبتيك كيازم، على المنطقة اللي هي الأوبتيك كيازم. بعديها لما ننزل عند الميد برين رح يكون عندي الثيرد والفورث، الثالث اللي اسمه أوكليوموتر، والرابع اللي اسمه تروكيلر. كيف تذكروا إنه الثالث هاد؟ لأنه الثالث بكون موجود بالمنتصف، أوكي، بالميد فيو. فهذا هو الثالث، فالأول والثاني والثالث رح يكونوا بالميد فيو. هنا إحنا بلشنا بالميد برين، تمام؟ فبالميد برين رح يكون عند الثالث والرابع، الثالث ميديالي والرابع لاترالي. الخامس رح يكون موجود داخل البونس اللي هو الترايجمنال، رح يكون موجود بالانتيرو لاترال فيو اوف ذا بونس. فهذا الانتيرير سيرفيس اوف بونس، لاترالي بالانتيرير سيرفيس اوف بونس رح يبين عندي الترايجمنال نيرف. بعديها رح يطلع عندي السادس السابع والثامن بين البونس والمدلة. ففي هنا عندي خط بنسميه بونتو مدلري جنكشن اللي بيفصل بين البونس والمدلة. هذا اللي بيفصل بين البونس والمدلة اكثر شيء ميديالي السادس، لاترالي السابع، واكثر واحد لاترال راح يكون الثامن. لاحظوا كيف السابع في عنده تو روتس، واحد سنسوري والثاني موتور، وايضا الثامن الصوره مش كثير واضحه بس الثامن برضه عنده تو روتس، لانه الثامن اسمه فيستيبيولو كوكيولار، ففي روت للفيستيبيولر نيرف وروت للكوكيولار نيرف، تمام؟ فحكينا الاول موست انتيريورلي، بعديها بيجي الثاني، الثالث والرابع راح يبينوا بالميد برين، الثالث بيكون ميديالي والرابع بيكون لاترالي. بالبونز راح يبين عند الخامس باللاترال سايد، سادس وسابع ثامن بين البونز والميدولا، السادس ميديالي، السابع بعديه واكثر واحد لاترال راح يكون الثامن. الان بالميدولا نفسها راح يبين عند التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر. هون التاسع اللي هو اسمه جلوسفرنجر، بعديها العاشر، ولاحظوا كيف كلياتهم بيطلعوا از سيريز اوف روتلتس مش روتس، يعني مجموعه من الجذور. فحكينا هون التاسع، وهون راح يكون عندي العاشر، هون الحادي عشر، والحادي عشر او الاكسسوري حكينا انه بيطلع مش بس من الميدولا، بيطلع كمان جزء منه من السباينال كورد، ففي له كرينيال روت وله سباينال روت، او كرينيال اوريجين وسباينال اوريجين. هذا هو الحادي عشر، والثاني عشر بكون موجود هون اسمه هايبوغلوسال. الثاني عشر برضه بكون موجود بالميد فيو او بالمنتصف، والدليل على ذلك انه جاي بين البيراميد والاوليف اوف ذا ميدولا. يعني هنا بالميدولا في عندي تو بيراميدز وتو اوليف، بين الاوليف والبيراميد رح يكون موجود هذا الهايبوغلوسال نيرف. فأصبح عندي الثالث والسادس والثاني عشر موجودين بالمد أو بالمدل، أول والثاني والثالث والسادس والثاني عشر موجودين ميديالي أو أكثر إشي ميديالي، أوكي؟ طيب مجددا لما نطلع على البرين ستيم، أكثر إشي أنتيريورلي بالميدولا رح يكون اسمه البيراميد، أوكي؟ فهدول عبارة عن تو بيراميدز، والبيراميد بيكون بيمشي فيهم الكورتيكو سباينر والكورتيكو بالبر تراكتس زي ما حكينا، بكون جاي من الكورتكس باتجاه الكرينيال نيرفز او باتجاه السباينال كورد. اوكي
لما نطلع بالانفيريور ريفيو اوف ذا برين، المسار اللي راح يمشي فيه ياتو الاولفاكتوري تراكت راح يكون اسمه الاولفاكتوري سلكس. فالاولفاكتوري سلكس هو بس عباره عن التجويف اللي راح يمشي عليه الاولفاكتوري تراكت، تمام؟ هذا الاولفاكتوري الاولفاكتوري سلكس ميديال له راح يكون في عندي جايراي اسمها ريكتس جايروس. فالريكتس جايروس جاي وين؟ ميديالي للاولفاكتوري سلكس. ميديال للاولفاكتوري سلكس في عندي ريكتس جايروس. الميديال فيو حكينا انتيريورلي من تحت راح تبين الاوبتيك كيازم، بالنص عند الانفانديبيلم تبعت البيتيتري جلاند، وهون عندي الماميلاري بودي، وهذا عباره عن الهايبوثالامس. اوكي، فالهايبوثالامس من الامام راح يكون اوبتيك كيازم، انفانديبيلم وماميلاري بودي من الخلف. هذول المناطق السفليه بالنسبه للهايبوثالامس، يعني كل هذول تحت الهايبوثالامس، فالهايبوثالامس راح يكون اعلى منهم، بيمتد من عند الأوبتيك كيازم من الأمام لحد الماميلاري بدي من الخلف. أوكي، مجددا حكينا عن الانفيريور تيمبورال جايروس، ببين بالانفيريور فيو أكتر إشي لاترال، هذا الجايراي اللاترال نسميها انفيريور تيمبورال جايروس. طيب في عندي إشي اسمه كولاترال سلكس برضو ببين بالميديال بالانفيريور فيو، هون حكينا الانفيريور تيمبورال جايروس، هذا الكولاترال سلكس رح يكون قريب كتير من الميد برين. هون الميد برين رح يكون ميديال لإله ايش اسمه البارا هيبوكامبل او الهيبوكامبس جارس، في ناس بسموه بارا هيبوكامبل جارس، ناس بسموه هيبوكامبل جارس، وعبارة عن جزء من الليمبك سيستم، فبس اعرفوا مكانه انه موجود. ببين اكتر ايش بالانفيري ريفيو، يمكن يبين شوي بالميديا ريفيو، بس اكتر ايش بين بالانفيري ريفيو ميديال تو ذي كولاترال سلكس. اوكي، فهي البارا هيبوكامبل جارس، هي الكولاترال سلكس، هي وهذا عبارة عن البارا هيبوكامبل او الهيبوكامبل جارس. وباي ذا واي في عندي زي امتداد للبارا هيبوكامبل جارس بنسميها الانكس. كولاترال سلكس، بارا هيبوكامبل جايروس، ثم الانكس اللي هي امتداد لل بارا هيبوكامبل جايروس. والبارا هيبوكامبل جايروس يعني بالميديا فيو، هاي الميديا فيو رح يبين شوي ديبر، يعني مش كتير رح يكون واضح لما نطلع بس على الميديا فيو، لازم شوي نشيل شوي شغلات. اوكي، هاي الصور اي ثينك انها من مجسمات اللاب، والله اعلم انها مش كتير واضحة. هسا هون في عم نطلع على الانفيريور فيو اوف ذا برين، بس لما نطلع على inferior view of the brain مش كثير هذا inferior صراحة عشان نكون دقيقين، ولكن يعني زي كأنه عم نطلع على نوعا ما الجهة السفلية من الدماغ أو منطقة سفلية من الدماغ. راح يبين عندي lateral parietal loop، وبعد parietal loop أو deeper to the parietal loop راح يبين عندي الانسولا، يعني deeper to the lateral fissure. lateral fissure بيكون موجود هون بس برضو مش واضح بالصورة أو مش واضح بالمجسم. الانسولا راح تكون ديبر تو ذا لاترال فيشر، هي مبين انه قصده هون الانسولا، انه عاملينها زي على شكل لوب وعاملينها ديبر. وهون راح يكون في عندي الانتيريور هون اوف ذا لاترال فنتريكل. اوكي، يعني بينكم الله احفظوا هاي الصوره زي ما هي صراحه لانه مش دقيقه علميا. انتيريور هون اوف ذا لاترال فنتريكل والانسولا والبرايتال لوب. ولما نطلع على البرين ستيم حكينا ميد برين ثم بونز ثم ميدولا اوبلونجاتا من الاعلى الى الاسفل، واعلى من الميد برين المفروض يكون الثالاموس، بس لاترالي الثالاموس راح تكون بين الانسولا، فعشان هيك هاي الانسولا أعلى من المدبر. يعني هذا المجسم سوري إنه مش واضح بس خلص احفظوه زي ما هو. أوكي، نحكي شوية كلام عن البلاد سبلاي. أول إشي للتذكير في عندي إشي اسمه السيركل أوف ويلس، وهاي السيركل أوف ويلس عبارة عن تجميعة بين ال internal carotid artery وال two vertebral arteries. فأنا في عندي هون بكون ماشي two vertebral arteries بيندمجوا مع بعض عشان يكملوا لي على شكل إشي اسمه البازلر ارتري. فالتو فيرتيبرال بندمجوا عشان يعطوني البازلر ارتري، والبازلر ارتري الان راح ينفصل الى او التيرمينال برانشز تبعته راح تكون عباره عن تو بوستيرير سيريبرال ارتريز. هذول التو بوستيرير سيريبرال ارتريز راح ينجمعوا مع الانترنال كاروتيد ارتري عن طريق بوستيرير كوميونيكيتنج ارتري. فالبوستيرير كوميونيكيتنج ارتري هو عباره عن الارتري اللي بيجمع بين البوستيرير سيريبرال ارتري من الاسفل او من الخلف مع الانترنال كاروتيد ارتري من الامام. الانترنال كاروتيد ارتري بدوره راح ينقسم الى ميدل سيريبرال ارتري وانتيرير سيريبرال ارتري. فهذا هو الانتيرير سيريبرال ارتري، وهذا واللي رايح لورا شوي هو الميدل سيريبرال ارتري. الخط اللي بيجمع بين تو انتيرير سيريبرال ارتري بنسميه انتيرير كوميونيكيتنج ارتري. فانتيرير كوميونيكيتنج ارتري بين تو انتيرير سيريبرال ارتري، بوستيرير كوميونيكيتنج ارتري بين البوستيرير سيريبرال ارتري والانترنال كاروتيد ارتري. لاحظوا
انه الميدل سيريبرال ارتري ما راح يشارك بالسيركل فولس، والفيرتيبرال ارتري ما بيشاركوا بالسيركل فولس. السيركل فولس بتكون عباره عن هاي، يعني البازلر بيشارك، البوستيرير سيريبرال بيشاركوا، البوستيرير كوميونيكيتنج بيشاركوا، الانترنال كاروتيد بيشارك، والانتيرير سيريبرال بيشارك، والانتيرير كوميونيكيتنج اخر شيء راح يشارك ايضا. تمام، هاي الصوره موجوده باللاب، يعني بس راح تورينا البوستيرير سيركوليشن. بنبلش بالفيرتيبرال ارتريز، بندمجوا مع بعض على شكل بازلر، والبازلر بيطلع منه كتير برانشز، اهم برانش او تيرم من البرانش راح يكون اسمه بوستيرير سيريبرال ارتري. هنا راح نشوف الميدل سيريبرال ارتري، وكيف عرفنا انه هذا الميدل سيريبرال ارتري؟ اولا لانه عم نطلع على اللاترال فيو، والميدل سيريبرال ارتري بيمشي باللاترال فيو عند اللاترال سلكس، يعني هون المفروض يكون في عند اللاترال سلكس، فالارتري اللي بيمشي على اللاترال سلكس يكون اسمه ميدل سيريبرال ارتري. اوكي، بالنسبه للبلد سبلاي اوف ذا سيريبيلم في عندي 3 ارتريز، superior cerebellar artery, anterior inferior, posterior inferior. superior مش مبين، بس عندي anterior inferior posterior inferior، يعني هذا من الامام وهذا من الخلف، وكلاهما راح يكونوا inferior. اوكي، هنا posterior وهنا anterior، فعشان هيك الاقرب للانتيرير بنسميه anterior inferior او ica، والاقرب للposterior بنسميه posterior inferior او pica او pica، يعني posterior inferior cerebellar artery. طيب هاي الميديال فيو، حكينا الميديال فيو هنا anterior هنا posterior. الميديال فيو اللي بيكون ماشي اعلى من الكوربس كالوسم بسميه anterior cerebral artery، بينما اللي راح يمشي خلف الكوربس كالوسوم وبيتجه باتجاه الاوكسيبيتال لوب راح اسميه ايش؟ posterior cerebral artery. فبرضه posterior cerebral artery راح يبين بالميديال فيو، ولكن بيكون ماشي الى posterior aspect او الى الاوكسيبيتال لوب. طيب مين الارتري اللي اعطاني posterior cerebral artery؟ هو عباره عن البازلر artery، ولكن بدكم تنتبهوا انه البازلر artery ببين anteriorly، ما ببين من الخلف، ببين من الامام. وللتذكير حكينا البازلر artery بيكون موجود بالبونز، بجروف اسمه البازلر جروف، بيكون موجود بالانتيرير سايد اوف ذا بونز، البازلر سيرفيس اللي نفسه الانتيرير سيرفيس اوف ذا بونز راح يكون عليه البازلر artery. فنوعا ما هذا البازلر artery راح يلف ويعطيني posterior branch اسمه posterior cerebral artery. طيب الان لما نطلع على sagittal view of the brain، وكلمة sagittal المقصود فيها انك بدك تقسم البرين الى جزء يمين وجزء يسار، هاي المقصود بساجيتال. جوجلت اذا انه بتعرفوش يعني ساجيتال، اخذوها بالجنرال اناتومي. لما تطلع على ساجيتال فيو اوف ذا برين تشوف شو بنشوف. طبعا هاي نوعا ما بوستيريرلي الصوره، يعني سوري بتكون ساجيتال بس نوعا ما جايه من الاطراف. هسا ببين عندي هون البونز، الميد برين مش كله مبين، ومبين عندي هون الميدولا. الميدولا حكينا بيكون اكثر شيء امامي هو البيراميد، ولاترال راح يبين عندي الاوليفري نيوكليوس. هذا البونز راح يتواصل مع السيريبيلم عن طريق الميدل سيريبيلر بدنكل، فالوصله بين البونز والسيريبيلم اسمها ميدل سيريبيلر بدنكل، والوصله بين الميدولا والسيريبيلم اسمها انفيرير سيريبيلر بدنكل. فهذا الخط عباره عن انفيرير سيريبيلر بدنكل ماشي زي هيك، وهذا عبارة عن الميدل سيربيلر بدنكن. السوبيرير سيربيلر بدنكن راح نشوفه كمان شوي بيوصل بين الميد برين والسيربيلم. فميدل سيربيلر بدنكن بين البونز والسيربيلم، انفيرير سيربيلر بدنكن بين الميدولا والسيربيلم. طبعا بالنسبة للسيربيلم النيوكليوس الوحيدة اللي نسميها انتروس سيربيلر نيوكليوس اللي بتبين هي الدنتيت. كان في عندنا 4 نيوكلياي بالنسبة للسيربيلم، بس الوحيدة اللي بتبين اسمها دنتيت نيوكليوس. تمام، ف اي جراي ماتر بيتم التأشير عليها جوا السيربيلم، وان سألته شو هاي تذكروا انه اسمها دنتيت نيوكليوس. اوكي، هسا هذا الفيو يعني خلينا نحكي هاي الرسمة هي عبارة مش عن رسمة، عن صورة لجثة، فبالتالي مش راح تكون واضحة زي وضوح الصور، وما راح تكون يعني المناطق اللي فيها مفصلة زي الصور. ولكن هنا في عندي انا اللاترال فنتريكل، فاللاترال فنتريكل راح يكون لاترال لإله الكوديت نيوكليوس، فهي عبارة عن الكوديت نيوكليوس، وتحت الكوديت راح تكون البيتامن، هون البيتامن، وهنا عبارة عن الانترنال كابسول هذا الخط الأبيض. هسا ميديالي بالنسبة للكوديت راح تكون الثرمس، فهون الثرمس هاي الكوديت، وهون عندي البيتامن، وهذا حكينا الخط نسميه انترنال كابسول. اوكي، الآن
هاي النيوكليوس المشار عليها هون نسميها سبثلاميك أو سبثلاميك النيوكليوس، فتيجي تحت الثلمس، جزء من السبثلاميس. يعني السبثلاميس بيكون من 3 أو 4 أجزاء، إحدى أجزاء أو أكبر أجزاء واللي هي السبثلاميك النيوكليوس اللي حكينا بتكون جزء من الباز من البيزل نيوكليا أو البيزل جانجليا. أوكي، فكان في عندي الكوديت نيوكليوس من الأعلى، ثلمس شوي ميديا اللي جاي بالنسبة لللاترال فنتريكل، و هاي المنطقة حكينا عنها البيوتامين النيوكليوس أو البيوتامين، وهاي النيوكليوس حكينا إنها السبثلاميك النيوكليوس، وحكينا هون على الميدل سيربيلا بدنكل، إنفيرا سيربيلا بدنكل، دنتيت نيوكليوس، بونز وليفر النيوكليوس بتكون جوا الميدل. أوكي، مجددا أنذر ساجيتال فيو بكون في عندي هون الكوربس كالوسم، تحت الكوربس كالوسم حكينا بكون هذا الفورنكس اللي هو كان عبارة عن جزء من الليمبك سيستم، هاي هون الميد برين، وبالميد برين هون المفروض يكون مبين السيريبرال اكويدكت، ولكن السيريبرال اكويدكت رح يكون خلينا نحكي ميديالي اكثر من هاي، يعني هاي جاي مور لاترال الساجيتال بلين اللي عاملين عليها القطع، فبس مبين عندي الميد برين، وامامه لو انه الصوره 3 دي رح يكون عباره عن السيريبرال اكويدكت. اني هاو هون مبين التكتم اوف ذا ميد برين اللي حكينا سوبيريور اللي بنسميه سوبيريور كوليكولس وانفيريور اللي بنسميه انفيريور كوليكولس، ولاحظوا هذا الخط اللي بيجمع بين الميد برين والسيربيلم سميناه بايش؟ ب سوبيريور سيربيلر بدنكل، وهي عباره عن السيربيلم، وهون في عندي الكوديت النيوكليوس اللي هي جزء من البيزل جانجلي او البيزل نيوكليي. طيب هاي انذر ساجيتال فيو، هون حكينا الكوربس كالوزم، تحت الكوربس كالوزم رح يكون عندي الثلمس، وبالنسبة للبرين ستيم فأنا في عندي هون الميد برين، هون البونز، وهون الميدولا، وحكينا خلف البونز وأمام السيربيلم رح يكون عندي فنتريكل جاي نوعا ما على شكل مثلث أو هرم نسميه بالفورث فنتريكل، فهذا الفورث فنتريكل، هذا السيربيلم، هذا البونز، هون الميد برين، وهون الميدولا، هون حكينا الثلمس، وهذا هو الكوربس كالوزم. هيك. اوكي another sagittal view، هنا حكينا الكوربس كالوسم، وتحت الكوربس كالوسم حكينا في عند الفورنيكس هذا الثلمس، posteriorly او الموس posterior nucleus of the thalamus سميناها بالبولفينار اللي جاي زي الوسادة هاي. اوكي فهي البولفينار of the thalamus، هنا الميد برين مجددا superior بدنك superior colliculus عفوا و posterior او inferior colliculus، ف superior و inferior colliculus اللي مسميناهم بالتكتم، ولاحظوا كيف الميد برين رح ينوصل مع السيربيلم عن طريق superior cerebellar بيدنكل، هون anteriorly بالنسبة للميد برين في عندي الموست anterior aspect of the mid brain هذا نسميه cru cerebri، خلف الcru cerebri رح يكون في عندي منطقة سميناها بالسبستانشيا نيجرا لانه بيكون لونها اسود بسبب صبغة الميلانين اللي جواتها، فهون السبستانشيا نيجرا، هون الكرو سيريبري، وهون بالخلف حكينا التكتم اللي هو عبارة عن السوبيريور والانفيريور كوليكيولاي. تمام، لاحظوا هون لما نوصل للبونز الكورتيكو سباينال فايبرز النازلة شوي رح تتفرق، لانه حكينا بيكون في عندي ترانسفيرس بونتاين فايبرز، هدول بيكون مشات افقيات فبفرقوا السيريبرو سباينال، بعديها السيريبرو سباينال بيرجع يتجمع جوا الميدولا على شكل البيراميد اوف دي ميدولا، فهذا البيراميد اوف دي ميدولا، هون البونز لما تفرقوا، وهنا لما كانوا نازلين جوا الكروس سيريبري على شكل كورتيكو سباينال اند كورتيكو بلبر فايبرز. لما نطلع مور انتيريورلي وللاعلى شوي رح يبين عندي الاوبتيك تيازم، تحت الاوبتيك تيازم حكينا ببين عندي الانفانديبيلم او البتيتري ستاك، البتيتري ستوك العصاي اللي بيكون موجود فيها البتيتري جلاند، وهنا نوعا ما يعني مش كثير لازم تكون مبينه، ممكن تكون ديبر لهي المنطقة اللي حكينا اسمها الماميلاري بادي، فالهايبوثالامس رح يكون موجود بهاي المنطقة. اوكي طيب، وهنا بالصورة بيحكوا لنا انه موجود الهيد اوف ذا كوديت نيوكليوس، الهيد اوف ذا كوديت نيوكليوس صراحة والثالامس بيكونوا مبينين اوضح بكتير بالترانسفيرس فيو مش بالساجيتال فيو. تمام، ف هون الدكتور ذاكر انه الهيد اوف ذا كوديت نيوكليوس، بس الهيد اوف ذا كوديت والثالامس وكل البيزل جانجليا او البيزل نيوكليا بتكون اوضح بالترانسفيرس فيو منها بالساجيتال فيو، ف بنشوفه هناك بشكل اوضح. انذر ساجيتال فيو، انذر لوك ات ذا ميديال سيرفيس، عم نطلع اول شيء على الكوربس كالوسم، حكينا المنطقه اللي بتكون تحت الكوربس كالوسم كوايت ماتر اسمها الفورنكس، هون في عندي الثلمس، هذا الفنتريكل الموجود هون هو اللاترال فنتريكل. اوكي
موجود هون هذا هو اللاترال فنتركل. هون المفروض يكون الثيرد فنتركل مبين، بس لازم يكون نحكي نتطلع على ساجيتال سكشن يكون ميديالي اكثر عشان يبين الثيرد فنتركل. هاي شوي لاترال فمش مبين الثيرد فنتركل. لاترال للثيرد فنتركل بيكون كودت نيوكليوس، بس حكيت لكم الثيرد فنتركل مش مبين. طيب مجددا ميد برين بونز ميدولا، وبالميد برين حكيت لكم اكثر شيء انتيرير هو الكروس سيريبري، خلفه سبستانشا نيجرا. خلف السبستانشا نيجرا مباشره راح يكون عندي الريد نيوكليوس، ولكن لما نطلع موس بوستيريرلي راح يكون عندي هذا اللي هو التكتم اللي حكينا بكم سوبيرير وانفيرير كوليكولس. ولكن خلف السبستانشا نيجرا مباشره، يعني السبستانشا نيجرا خلفها تماما، راح يكون عندي ريد نيوكليوس. لو الدكتوره اشرت هون تحكي لي انفيرير وسوبيرير كوليكولس، بس لما تاشر خلفه تماما، خلف السواد هذا تماما، بنسميها ريد نيوكليوس. تمام، فكروس سيريبري سبستانشا نيجرا ريد نيوكليوس، اكثر شيء بالخلف سوبيرير وانفيرير كوليكولس. حكينا هذا هو السيربيلم، اي شيء رمادي او اي شيء بني داخل السيربيلم خلص دنتيت النيوكليوس باي ديفولت. اوكي، هون البونز وهنا الميدولا. اوكي، هاي الوصله اللي بتكون ماشيه من الميد برين اتجاه السيربيلم حكينا اسمها سوبيريور سيربيلر بيدنكل. طيب هاي صوره للسيربيلم بس ما عليها هال نحكي هالتعليمات. بس بالنسبه للسيربيلم المنطقه اللي بتكون بالنص تماما اسمها الفيرمس، وبتفصل لرايت وليفت هيمسفيرز. راح نشوف الصورة أوضح كمان شوي. طيب الآن ننتقل للكورونال سكشنز أوف ذا برين، والمقصود بكورونال سكشن إنها بتقسم البرين إلى أنتيرير وبوستيرير، يعني بتكون بالنص بين الأنتيرير والبوستيرير. ولكن لما تطلع عليها بتشوف من الأعلى سوبيرير ومن الأسفل انفيرير، يعني ما بتشوف الأنتيرير والبوستيرير. هنا بس راح يكون عندي سوبيرير من الأعلى وانفيرير من الأسفل. أوكي؟ على طول المنطقة الأمامية بالنسبة ل هاي الفيو راح يبين عندي اللونجيتيودينال فشر. تحت اللونجيتيودينال فشر راح يكون عندي الكوربس كالوسم. تحت الكوربس كالوسم هاي المنطقة اسمها الفورنيكس. اوكي، هذا الخط الرفيع كتير عبارة عن السبتم بلوسيدم اللي بيفصل بين التو لاترال فنتريكلز. فهذا السبتم بلوسيدم هون عندي الفورنيكس. لاترال لللاترال فنتريكل في عندي الهيد اوف ذا كوديت نيوكليوس. بعديها المنطقة البيضاء هاي بنسميها الانترنال كابسول. بعد الانترنال كابسول عندي اللينتيفورم نيوكليوس المكونة من بيوتامين وجلوبس بلليدس. فهون البيوتامين، المنطقة البيضاء اللي بعد البيوتامين سميناها باكسترنال كابسول. وبعد الاكسترنال كابسول في عندي خط رفيع رمادي اسمه كلاوستروم. بعد هذا الخط الرفيع الرمادي في كمان منطقة بيضاء بنسميها اكستريم كابسول، اكثر اشي ابيض. واخر اشي هون عندي الانسولا، هاي الانسولا. اوكي، فهذا بيكون عبارة عن اللاترال فيشر الموجود هون. فلاترال فيشر، بعديها انسولا، بعد الانسولا في عندي هون الخط الرفيع الابيض، اكثر واحد لاترال اسمه اكستريم. الاكستريم ميديال له راح يكون الكلاوستروم، الخط الرفيع الرمادي. ميديال للكلاوستروم في عندي الاكسترنال كابسول. ميديال للاكسترنال كابسول عندي البيوتامين، وبعديها الجلوبس بالليدس. ميديال للبيوتامين والجلوبس بالليدس عندي الانترنال كابسول. ميديال للانترنال كابسول في عندي الكوديت نيوكليوس، وشوي المفروض يكون مبين هون تلمس هذا. اوكي، فيا بتطلعوا عليها ميديال تو لاترال او العكس لاترال تو ميديال. اوكي، بس تذكروا الترتيب اللي حكيته مثل ما حكينا. هون في عندي البيتامين، وبعديها عندي الجلوبس بالليدس. طيب انذر كورونال فيو، هون اللاترال فنتريكل اللي بيفصل بين التو لاترال فنتريكل سميناه بايش؟ بالسبتم بلوسيدم. هاي المنطقه حكينا هي الفورنكس. Superior aspect of the lateral ventricle أو الروف of the lateral ventricle خصوصا الأنتيريور هون الموجود هون عبارة عن الكوربس كالوسم. فالكوربس كالوسم هو الروف of the lateral ventricle. الميديال wall of the lateral ventricle هي عبارة عن السبتم بلوسيدم، واللاترال wall of the lateral ventricle هي عبارة عن الهيد of the caudate. تحت الهيد of the caudate المفروض يكون هون عندي الثلمس، بس يمكن الثلمس شوي رح يكون خلينا نحكي posteriorly فمش مبين هون. هاي المنطقة هاي الكورونال سكشن بكون شوي انتيرير لانه ببين عندي الاوبتيك كيازم والاوبتيك نيرف. فهون الاوبتيك نيرف وهون الاوبتيك نيرف اللي بيناتهم عبارة عن الاوبتيك كيازم، برضه ببين عندي الانتيرير سيريبرال ارتري. فهاي الكورونال سكشن انتيرير كورونال سكشن، مبين الانتيرير سيريبرال ارتري هون، ومبين الاوبتيك كيازم والاوبتيك نيرف هون. حكينا هون عندي اللاترال فنتريكلز، هون عندي الكوديت نيوكليوس. الكوديت نيوكليوس اللاترال لها راح تكون البيتامين، وهاي البيتامين نوعا ما في منطقة معينة حكينا بيكون في وصلات بينها وبين الكوديت. فلاحظوا كيف
حتى الخط الأبيض الرفيع هذا في شوية تكملة بيناته اللي سميناهم الستريتم، عشان هيك أصلا الكوديت والبيتامين بنسميهم الستريتم مع بعض. اوكي، فكوربس كالوسم، سبتم بلوسدم، فورنكس موجودة هون. لاترال تو ذا لاترال فنتركل عندي الكوديت موصل عن طريق خيوط مع البيتامين، وعندي انتيريورلي انتيريور سيريبرال ارتري والاوبتيك كازم اند اوبتيك نيرف، وبهاي الكورونال سكشن معنا انتيريورلي برضه راح يبين، حكينا هون سوبيريور تحت انفيريور، فبالانفيريور اسبيكت اوف ات راح يبين عندي تيمبورال لوب تحت اللاترال فشل الموجود هون. برضو كورونال سكشن راح يكون في عندي هون اللاترال فنتريكلز، هون الكوربس كالوسوم، وهذا السبتم باللوسيدم. هون حكينا لاترال لللاترال فنتريكلز في عندي الكوديت نيوكليوس، الكوديت نيوكليوس بيفصل بينها وبين البيتامين ماده بيضاء اسمها الانترنال كابسول او وايت ماتر اسمها الانترنال كابسول، فبالتالي هي هي البيتامين. هسه البيتامين ميديا اللي لها منطقه اقل رماديه او يعني بتكون شفافه اكثر او مائله للابيض بنسميها الجلوبس باليدس، و حكينا لاترال للبيتامين عند الاكسترنال كابسول، وبعديها الكلاوستروم، وبعديها خط ابيض رفيع اسمه الاكستريم، واخر شيء الانسولا. هذا هو اللاترال فشر موجود هون. تمام. طيب هسه للتذكير حكينا بالاناتومي انه الكوديت النيوكليس مكونه من هيد وبادي وتيل، فهنا بيكون مبين الهيد، البادي لازم نرجع شوي بالسيريالي، اذا بدنا نرجع كمان ببين التيل. هسه التيل بيكون مبين من الاسفل، تمام، والتيل هذا فيه له امتداد امامي بنسميه الاموجدولا، فامتداد التيل الى الامام اسمه اموجدولا، فبالتالي لما نطلع كورونال سكشن انتيريورلي راح يبين عندي الاموجدولا. هي الاموجدولا هي بتكون انفيرير لانه التيل بيكون انفيرير، بس اجت انتيرير للتيل اوف ذا كوديت، فهي هي الاموجدولا من الجانبين. برضه هاي جزء من الليمبك سيستم، حكينا انها دخل بالمشاعر. كيف نعرف برضه انه هذا اوبت، انه هذا انتيرير فيو؟ برضه الاوبتيك نيرف يكون بين، او الاوبتيك تراكت صار اسمه هون مع الاوبتيك كيازم، بالاضافه الى انه عندي في هنا بين التو تيمبورال لوبس، هون التيمبورال لوبس في خط ابيض بوصل بيناتهم اسمه الانتيرير كوميشول. تمام، فالانتيرير كوميشول بوصل بين التو تيمبورال لوبس، بكون هذا الانتيرير كوميشول باي ذا واي اسفل من البيتامين والجلوبس باليدس، فجاي تحت البيتامين والجلوبس باليدس. حكينا هذا الانترنال كابسول، هون الكوديت، وهنا كوربس كالوسوم، وهدول الفنتريكلز اسمهم لاترال فنتريكلز. اوكي، بهاي الصورة تقريبا كل شيء حكيناه موجود. حكينا في عندي هون الكوديت النيوكليوس، اللاترال فنتريكل، الثلمس، في عندي هون الجلوبس باليدس انترنس، جلوبس باليدس اكسترنس، يعني هاي الجلوبس باليدس. هنا عندي البيتامين، بعد البيتامين عندي الاكسترنال كابسول، بعدها عندي الخط الرفيع اللي اسمه كلاوستروم، بعد الكلاوستروم عندي الاكستريم كابسول، واخر اشي لاترال اللي راح تكون عندي الانسولا، بالتالي هذا عبارة عن اللاترال فشر. طيب هنا بين الثيرد فنتركل، وحكينا الثلماي او الثلمس جاي حوالين الثيرد فنتركل، فهنا تقريبا حوالين الثيرد فنتركل موجود الثلمس. اوكي another coronal section corpus callosum جاي بالروف of the lateral ventricles. هون المفروض يكون عندي الخط الرفيع، المفروض يكون عبارة عن septum pellucidum، تحتيه بيكون الفورنيكس و الثلمس التنتين lateral لا او inferior lateral او inferior medial عفوا بالنسبة للكوديت، فهون عندي المفروض تكون الكوديت النيوكليوس، وهنا برضو الكوديت النيوكليوس، بس اللي هون مأشرين عليها هي عبارة عن ال التيل اوف ذا كوديت لانه جاي انفيريرلي. اوكي، فهنا كوديت وهنا كوديت، هذا البادي اوف ذا كوديت وهذا تيل اوف ذا كوديت. الهيبوكامبس بلشت تبين هون، حكينا الهيبوكامبس تبين انفيريرلي اكثر، والهيبوكامبس جنبيها جايروس اسمها بارا هيبوكامبل جايروس، وفي ناس بسموها هيبوكامبل جايروس. اوكي، فالهيبوكامبس هو جزء من الليمبك سيستم، والبارا هيبوكامبل جايروس نوعا ما برضه تعتبر جزء من الليمبك سيستم، وهذا عباره عن السيربلم، المنطقة الرمادية جوا السيربلم حكينا اسمها دنتات النيوكليس بغض النظر وين مكانها. هنا البونز، هنا الميد برين، وهنا الميدولا اوبلونجاتا. اوكي، فحكينا برضه هاي الانسولا وهذا اللاترال فشر. اوكي، يعني هاي الكورونال سكشن تعتبر بوستيرير كورونال سكشن لانه بين
بلش يبين عندي السيربلم، بينما اللي كنت طلع عليهم قبل هدول كانوا anterior coronary sections، لأنه كان بين عندي الأوبتيك كيازم والأوبتيك تراكت. فلما بلش يبين السيربلم معناته صرنا نرجع الجوع لورا. أوكي، يعني هون رجعنا للأنتيريور. ليش؟ لأنه عندي الأوبتيك كيازم. فحكينا two lateral ventricles بيناتهم septum bellucidum أعلى من lateral ventricles، في عندي ال أعلى من lateral ventricles في عندي الكوربس كالوسم سبتم بلوسدم، من فوق عندي اللونجيتودينال فشر. هذول التو لاترال فنتريكلز، لاترال لللاترال فنتريكل حكينا عندي الكوديت نيوكليس، بعديها الانترنال كابسول، بعديها عندي البيوتامل، بعديها الاكسترنال، بعديها الخط الرفيع اللي هو الكلاستروم، بعديها الاكستريم، وبعديها الانسولا واللاترال فشر. يعني كله عم بعيد بعضه. حكينا تحت السبتم بلوسدم انفيرير للسبتم بلوسدم رح يبين عندي الفورنكس، وبما انه بنحكي انتيريرلي فهذا الوايت ماتر هو عبارة عن الأوبتيك كيازم، لأنه هنا بصير في عندي ديكاستيشن للأوبتيك نيرف عشان يصير بعدها عبارة عن أوبتيك تراكت. طيب الآن نطلع على ترانسفيرس سيكشن أو مقطع أفقي. فالمقطع الأفقي هاد رح يمشي يقطع البرين إلى سوبيرير وإنفيرير، بس لما نيجي نطلع عليه نلاقي إنه الترانسفيرس سيكشن إحنا نطلع عليه سوبيريرلي. أوكي، فببين عندي من الأمام انتيرير ومن الخلف بصير، يعني أنت زي كأنك عم تطلع عليه من فوق. ف anterior هو الأعلى والposterior هو اللي بالأسفل. على طول الـ transverse section راح تلاقي بالنص عبارة عن longitudinal fissure، لأنه هنا right و left hemispheres. هسا هنا راح يبينوا البيزل جانجليا بشكل أوضح. هنا عندي الـ lateral ventricle، lateral to the lateral ventricle حكينا عندي الـ caudate nucleus، lateral to the caudate nucleus عندي الـ internal capsule، والـ internal capsule مكونة من خمس أقسام، ببين عندي بالعادة ثلاثة، ببين عندي الـ anterior limb العصا الأمامية، ببين عندي البوستيرير لمب، والزاوية اللي بيناتهم بنسميها جينو، لأن جينو باللاتيني معناتها زاوية. فهاي المكان هو الأنتيرير لمب، هون عندي البوستيرير لمب، والمنطقة اللي بيناتهم اسمها الجينو هون. أوكي، هدول الثلاث أجزاء هم عبارة عن أجزاء من الانترنال كابسول. سوبيريرلي في عندي ال اللهم صل على محمد، عندي الكوديت، وتحتها في عندي الثلمس. لاترال للثلمس حكينا عندي البيوتامن والجلوبس باليدس، فأنا في عندي نوعا ما الجلوبس باليدس، وبعديها البيوتامن، وبعد البيوتامن راح يبين عندي الاكسترنال كابسول، بعديها الكلاوستروم، بعديها الاكستريم كابسول، واخر شيء الانسولا واللاترال فيشر. الان من الثلمس راح يمشي الاوبتيك راديشن باتجاه الاوكسيبيتال لوب الموجوده هون. فلاحظوا هذا الخط الابيضاني اللي ماشي من الثلمس باتجاه الاوكسيبيتال لوب بنسميه بالاوبتيك راديشن، لأنه حكينا الأوبتيك راديشن بيطلع من اللاترال جينيكليت بادي اللي هي جزء من الثلمس رايح باتجاه البرايمري فيجوال كورتكس اللي هو جزء من الأوكسيبيتال لوب، فماشي زي هيك. أوكي، وهون راح تبين الهيبوكامبس اللي هي جزء من الليمبك سيستم، بتكون نوعا ما جراي ماتر تحت الثلمس. مجددا كوربس كالوسم سبتم بلوسدم، وتحت السبتم بلوسدم المنطقة العريضة بنسميها فورنكس، كوديت انتيرير لمب اوف انترنال كابسول، اوف انترنال كابسول بصير لمب اوف انترنال، اوف انترنال كابسول عندي الجلوبس باليدس والبيتامن، لاترال للبيتامن عندي الاكسترنال كابسول، بعديها الكلاوستروم كخط رمادي، بعديها الخط الابيض بكون اسمه اكسترنال كابسول، واخر اشي الانسولا اللي بيدخل فيها اللاترال فيشر. وهون حكينا عندي اللونجيتيودنال فيشر، هذا بالثامس. صورة ثالثة رابعة خمسة، صار كم صورة هاي الترانسفيرس سيكشن. بس هذا الترانسفيرس سيكشن لشوي شوي صرنا ننزل لتحت. اوكي، يعني ترانسفيرس سيكشن اقرب ل الميد برين، اقرب للبرين ستيم والسيربلم، فعشان هيك بلشنا نشوف السيربلم هون، يعني هون انتيرير وهون بوستيرير. اوكي، لما ننزل شوي لتحت شوي اللاترال فنتريكل بطل مبين، يا دوب مبين، وبلش يبين عندي ثيرد فنتريكل هون. اوكي، حوالين الثيرد فنتريكل راح يكون في عندي ثلماي، بين التو ثلماي هون في عندي ثلمس وهون عندي ثلمس، بيناتهم حكينا في عندي زي العين النقطة هاي بنسميها انترثلاميك كونكشن، أو بسموها ماسا انترميديا، ماسا انترميديا هي نفسها الانترثلاميك كونكشن. أوكي، وحكينا بالنسبة للثيرد اللاترال فنتركل كوديت اكسترنال كوديت، بعديها انترنال كابسول، بعديها الجلوبس باليدس والبيتامن، بعديها الاكسترنال كابسول والخط الرمادي كلاوستروم، بعديها راح يكون اكستريم كابسول، واخر شيء الانسولا. نفس الشيء اللاترال سلكس او اللاترال فيشر بكون deep to it الانسولا، وهذا الفيرمس اوف ذا سيربلم. يعني احنا هون انتيرير هون بوستيرير، السيربلم من المنتصف اسمه
فيرمس. طلعوا كيف؟ هذا السيربيلم، المنطقة اللي بالمنتصف اسمها فيرمس، هنا right to left hemispheres of the cerebellum، فهذا هو عبارة عن فيرمس. طيب آخر سلايد بيحكي عن spinal cord، المفروض يكون سهل كتير عليكم. خلنا نطلع بالنسبة للspinal cord، في عندي ventral اللي هي anterior ودورزل اللي هي posterior، تمام؟ هسا كيف تعرف انه هذا ventral وهذا dorsal، او كيف تعرف انه هذا anterior وهذا posterior؟ الانتيرير اولا فيه ventral median fissure، بينما البوستيرير فيه dorsal median sulcus، يعني السلكس اخف او اصغر كشق من الصدع هذا اللي هو الفشر، فالفشر بيكون عميق بينما السلكس بيكون رفيع. اوكي، اول نقطه. النقطه الثانيه، لما تيجي تطلع على الروتس، مش احنا حكينا السباينال نيرف مكون من dorsal root وventral root؟ الدورزال روت دائما فيه انتفاخ، بنسميه بدورزال روت جانجليون، فدائما الروت اللي بيكون فيه انتفاخ معناته هاي المنطقه هي دورزال، لانه هذا الروت هو عباره عن دورزال روت جانجليون، والروت اللي ما فيه انتفاخ معناته هذا هو الفنترال، بالتالي هاي المنطقه فنترال او اماميه، تمام؟ ففنترال ميديان فشر، دورزال ميديان سالكس. الان بالنسبه للجري ماتر، في عندي انتيرير هورن، لاترال هورن، وبوستيرير هورن، او فنترال هورن، lateral horn ودورزال horn. حكينا في عندي ventral root ودورزال root، وجوا الدورزال root في عندي دورزال root ganglion، ولما يتحنوا مع بعض بصير اسم هالمنطقة اللي هون spinal nerve. فالspinal nerve هو مجمع بالنسبة للroots مع بعض. فلما نجي نطلع هون، حكينا دورزال median sulcus من الخلف ومن الأمام ventral median fissure، وحكينا في عندي horn dorsal أو posterior، horn ventral أو anterior، horn lateral، وبيوصل بين ال two sections، خلينا نحكي أو بين ال left وال right spinal cord، عندي white commissure و grey commissure، وبمنتصف ال grey commissure راح يكون في عندي central canal. فال central canal هي عبارة عن القناة اللي بتحمل CSF في منتصف ال spinal cord. حكينا في عندي white commissure dorsal و ventral white commissure، هذا وهذا هو هون الventral white commissure، هون الدارزال white commissure، والجري ماتر اللي بتوصل بين التو spinal cord اسمه ventral او سوري اسمه grey commissure بدون ventral dorsal. طبعا بالنسبة لل white column، الامامية اسمها ventral white column، والخلفية اسمها dorsal white column، وال lateral white column موجودة بين ال anterior وال posterior، يعني هون ال posterior وهون ال anterior، اللي بيناتهم اسمها lateral. بالتحديد اللي بيناتهم بتكون بين الدورزال والventral root، يعني هون الventral root، هون الدورزال root عفوا، هون الventral root. الوايت ماتر اللي بيناتهم بنسميها lateral white column. اوكي، وهيك بنكون خلصنا اول ملف. ان شاء الله ما يكون صعب، وان شاء الله انه تكون الملفات اللي بعديها اقصر واسهل. والسلام عليكم.